الشاي هبقى هتعملي ايه؟ بصي يا حبيبتي تعالي اقول لك يا سندريلا، انا فكرت كتير قوي، مش كل حاجه الواحد بيتمناها بتتحقق. يعني بصي يا حبيبتي انت في الاخر ايه وهو امير، ما تبصيش فوق رقبتك هتتقطم. بعدين انا فكرت كتير، بص ال 100 جنيه دي مش هتسد، يعني المشوار من هنا لغايه كارفور قاطع ده 70 جنيه، هجيب لك انا المشوار ده منين؟ 70 جنيه؟ ايه السحيره دي؟ امال فين القرعه اللي هتبقى عربيه والفرن اللي هتبقى جلود وفين الكش بتاعت العصايه السحريه؟ ايه الكلام ده؟ انا ساحره يا ماما، بس انا في الاخر عندي عيال ولازم اوكلهم. انا قلت لك يلا طلعي فلوس. طب ايه دي ايه دي؟ خلاص ما تزعليش، ركزي والنبي بقى. طب بصي بقول لك ايه؟ ايه؟ هو الواد الامير ده يعني تعرفي عنه ايه؟ سكته ايه؟ دماغه ايه؟ بيحب مين؟ يعني غير ان هو قمر وكده، سمعت يعني كلام في سرك انه بيحب كندا علوش. مين دي؟ اولا اسمها كندا علوش، وبعدين كندا دي تيجي ايه في سحري وفي جمالي؟ بصي يا سندريلا يلا بقى اتمني لك اي امنيه كده، خليني امشي كده خلصيني، اصل شفتي انا بيخلص الساعه 12 اتاخرت. بصي انا عايز اروح الحفله، ده المهم عندي توديني الحفله وخلاص. لا يا حبيبتي اتمني لك امنيه على قدك، اسيق لك المطبخ، مش عايز اشطب لك المواعين، اكبر لك حاجه، انفخ لك حاجه، امنيه على قدك. انا عايزاكي تكبري لي ايديا عشان امسح بيهم اسرع. ايدك ايه يا بت اللي انت غبيه انت ولا ايه؟ خلاص انا هجيب لك الامير. ايوه هجيب لك الامير. ولا يا امير ولا يا امير. ايه ده؟ بسم الله الرحيم. ايه ده؟ طلع ازاي من المطبخ ده؟ ما هو سحر. امير ابن اختي، واد جدع وكسيب وهيسكتك. خد يا حبيبي يا امير. تاني يا خالتي سحر، كل مره كده تجيبيني على ماله وشي. معلش يا حبيبي يلا خد سلم على خطيبتك سندريلا. بصها سلام عليكم. ازي حضرتك؟ ليه ده عنيكوا؟ امارات 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 تجنن. بصي يا حبيبتي يلا خد ابصمي لي على الورقه دي وخليني اطير. يلا يلا. بقول لك ايه يا خالتي بعد اذنك ثانيه واحده، يعني بصي يا سندريلا تمام وكل حاجه، بس ممكن امنيه صغيره قد كده؟ عيون خالتي قمر يا حبيبي، ممكن بس يعني تكبري لها ايديها؟ نفكر زي بعض. لا ده انا هفاجئك. لا واتقسمت نصين. اوعدك يا حبيبي بكره الصبح تصحى تلاقي ايديها قد كده. يلا اطير انا استاذنكم. شيمة طبعا وسامة على الخدين.